صباح الخير. ضعف الدورة الدموية أو قصور في الدورة الدموية، المصطلح ده بنسمعه كتير قوي، وفي ناس كتير بتسألني يا دكتور إيه أعراض ضعف الدورة الدموية؟ طب أنا لو دايخ مثلا شوية أو في زغللة في العين أو في تنميل أو كده، هل ده من أعراض ضعف الدورة الدموية؟ سؤال مهم ومرتبط بأمراض كتيرة. يا ترى إيه أعراض ضعف الدورة الدموية؟ ويا ترى إيه أسبابها المرضية والغير مرضية؟ وإيه الحاجات اللي في إيدنا اللي إحنا ممكن نعملها إن الدورة الدموية بتاعتنا تبقى كويسة؟ لو الموضوع ده يهمك ويهمك تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبالي، قناة طب وتنمية بشرية، أخوكم بكالوريوس طب عين شمس 91، ماجستير من ألمانيا 99. لو حضراتكم بتشرفوني لأول مرة في زر أحمر كده اسمه اشتراك في القناة، ولو أنتم مشتركين يا ريت تكتبوا لي أي تعليق أو أي سؤال، مستعد للإجابة على قد ما أقدر على أسئلة. أرجع لموضوع أسباب قصور الدورة الدموية أو ضعف الدورة الدموية. الأول زي ما تعودتم معانا في القناة على البساطة كده بسرعة نفهم يعني إيه ضعف الدورة الدموية. الدورة الدموية المقصود بها الضعف دي هي الدورة الدموية الخارجية، لأن احنا في عندنا دورتين دمويتين، واحدة اللي هي بتوصل الدم من القلب للرئتين ودي بنسميها الدورة الدموية الصغرى، والتانية اللي هي برة خالص دي اللي في الجسم كله اللي توصل الدم لكل أجزاء الجسم. لو كمية الدم دي ما وصلتش بشكل كفاية لكل أجزاء الجسم، بالذات للحتة البعيدة الأطراف عموما سواء الإيدين أو الرجلين، الكلى فيها شعيرات دقيقة جدا، الكبد فيه شعيرات دقيقة جدا، الحتت البعيدة اللي عايزة ملفات كتيرة عشان الدم يوصلها. تخيلوا كده ان الشرايين دي عاملة زي الشيال اللي بتوصل للكلى مثلا كل يوم 50 لتر، افرض ان النهاردة وصلت 30، يبقى هو ده يعمل ضعف في وظائف الكلى، يعمل لنا ضعف في الدورة الدموية. ايه بقى الاعراض؟ اول عرض كلنا تقريبا بنحس بيه اللي هو التعب والارهاق، طبعا ده بيأثر على العضلات، ولكن لو العملية زادت قوي وضعف شديد في الدورة الدموية تلاقي كمان في ضيق في التنفس وعدم القدرة على العمل. كان في أستاذ عندنا في جامعة عين شمس يقول لنا الفرق بين المريض واللي مش مريض اللي هو مش قادر يروح الشغل، هو ده المريض اللي مش خلاص مش قادر فده بقى، لكن لو واحد بيشتغل وهو عنده شوية إرهاق يبقى لسه مفيش ضعف كامل. طب نمرة 2 التنميل أو التخدير، لسه قايلين انها توصل لاطراف الجسم الايدين والرجلين، ودي على فكره مش بس سببها، يعني عايزين برضو نتعلم ان احنا مش مجرد ان احنا بنتكلم على قصور في الدوره الدمويه او ضعف في الدوره الدمويه، واحد حصل عنده تنميل او تخدير يقول لك انا عندي قصور، لا، في اسباب تاني كتير، غده الدرقيه، نقص فيتامين بي 12، السكر، نقص مغنيسيوم، ضغوط عصبيه، حاجات كتير جدا، كمان التشنجات في العضلات، واحد يجي له كرامبات كتير، ده نقص مغنيسيوم أو قصور في الدورة الدموية أو الاثنين مع بعض. نمرة 4 زغللة في العين بمدة طويلة، مش واحد عينه اتطرفت عينه رفت كده لحظة، لا، ده زغللة أغلبية اليوم يحس إن الدنيا مزغللة في عينيه. نمرة 5 تورم الرجلين لفترة طويلة، ليه؟ لأنه الجسم مش قادر إنه يخزن السوائل دي في الأوعية الدموية فيطلعها يحطها بقى بين الجلد وبين الأوعية الدموية، يبقى موجودة محشورة في الحتة اللي احنا بنسميها كونكتيف تيشو أو الخلايا ما تحت الجلد ويتحشر فيها الدم، ودايما دي تحسوها في تورم الرجلين في الناس اللي عندهم مشاكل في الناحية اليمين في القلب، فالدم مش عارف يخزن ده في الأوعية الدموية لأنه مش عارف يضخ بالكمية الكفاية. بس في أسباب تاني كتير، منها الحمل مثلا، مش أي واحدة حصل فيها تورم في الرجلين وهي حامل مثلا تقول لك أصل أنا عندي قصور في الدورة الدموية. نمرة 6 برودة الأطراف. الاطراف دي ايدين ورجلين مش ينملوا بس، الواحد يحس انه باردين. باردين ليه؟ الدم بيوصل طاقه، بيوصل حراره، فلو مفيش حراره يحس الواحد بالبروده. نمره 7 مشهوره عند الرجاله ان بيبقى في مشاكل في الحياه الزوجيه عند الراجل، بتحصل عنده مشاكل، عنده صعوبه في الانتصاب وخلافه، برضو من ضمن اسبابها لو بحثنا كويس على كل الاسباب ما لقيناش في سبب، ممكن من ضمن اسبابها ضعف في الدوره الدمويه. نمره 8 ضعف في جهاز المناعه وعدم التئام الجروح بسرعه، يعني يحصل لك جرح بسيط كده من او انت بتقطعي بطاطس في المطبخ يحصل جرح ياخد وقت طويل عشان يلم، ده برضه نقص في الدوره الدمويه. ده كان بالنسبه للاعراض. طب ايه بقى الاسباب؟ الاسباب هنقسمها لنوعين، يا اسباب مرضيه يعني في امراض بتعمل الموضوع ده، يا اسباب غير مرضيه. الاسباب المرضيه نمره 1 الضغط العالي وتصلب الشرايين،
ودول مرتبطين ببعض. ليه؟ لانه انتوا عايزين تخيلوا كده ان الضغط ده اكن الدم بيمشي كده في خرطوم ميه وطالع، فضغطه جامده، فكل ما الضغطه تكون جامده كل ما يوصل الدم الميه في المكان الكويس. لو الضغطه ضعيفه نظرا لان جدار الخرطوم ده سميك، فبيبعد وصوله المشي بتاعه، الناس بتوع الطبيعي يعرفوا الكلام ده، كميه الميه اللي واصله تبقى ايه؟ اقل. فده اللي بيحصل، ان بتوصل كميه الميه اقل لانه الخرطوم ما بقاش مرن، بقى ناشف لانه مليان تصلب. وشرحنا الموضوع ده بالتفصيل في حلقه لوحدها، مش عايز اعيد الكلام لان اتكلمنا على خطوره تصلب الشرايين، احط لكم الرابط. نمره 2، مرض السكر. مرض السكر طبعا لما يبقى في مريض سكر بيحصل عنده مشاكل كتيره جدا في الاطراف وفي التنميل وخلافه وضعف في الدوره الدمويه، وده شرحناه في حلقتين من المانيا مع استاذ الماني، احط لكم برضو الرابط بتاعها عن قدم مريض السكر، ان ممكن توصل يا جماعه لا قدر الله للبتر او للجنجرين. نمره 3، الجلطات بانواعها. يعني لو في اي جلطه حصلت قبل كده، سواء جلطه مخيه، جلطه سكته دماغيه، اي حاجه حصلت قبل كده ولو صغيره بتحد من تدفق الدم في الوعاء الدموي اللي داخل فيه. نمرة 4 مشهورة جدا بالذات عند السيدات، الدوالي، الفاريكوز فين. تنتفخ الأوردة، الصمامات بتفشل انها بترجع الدم، فبيحصل انه ضعف في الدورة الدموية. ايه بقى الأسباب الغير مرضية؟ في أسباب غير مرضية ما نقدرش نتحكم فيها، زي مثلا تقدم السن، الواحد عجز فابتدت الأوردة دي تعجز. نمرة 2 بقى نمط الحياة الكسول والكسل بيؤدي الى عدم ممارسة النشاط الجسدي، مفيش رياضة، مفيش حركة، قلنا الحركة فيها بركة، الدم بقى ترعة راكدة، بيزود من مشاكل انه يوصل الدم في معاده وفي مكانه وفي كميته. تدخل بعد كده حاجات تانية زي الكحوليات، زي التدخين، زي زيادة الوزن والسمنة، كل الحاجات دي برضو بتضعف الدورة الدموية. طب ازاي اقوي الدورة الدموية بتاعتي؟ حاجات كتيرة. نمرة 1، الدش. الدش البارد، لو خدت دش مرتين مثلا في الصيف، مرتين في اليوم، بيحصل تنشيط في الدورة الدموية، ويحصل تنشيط لكل الأوعية الدموية عن طريق الجلد، وبتحاول تنشط الأوعية الدموية، وده ثبت علميا. نمرة 2، المساج. الناس فاكرة ان المساج ده لعب او كده، لا، المساج ده بندخل الدم من الأوعية الدموية الصغيرة يا جماعة اللي في الجلد زي ما في شايفين في الصورة كده، للأوعية الكبيرة. الأوعية الكبيرة دي بتوسع وبتوصل في ميعادها، لكننا بنحرك الدم، ولكن المساج يستحسن يتعمل طبعا مع أخصائي علاج طبيعي متخصص، لأن ممكن يعمل مشاكل تانية. نمرة 3 طبعا ممارسة الرياضة بكل أساليبها بقى، حركة وقوة وكده، وكل ما الرياضة تبقى سريعة كل ما بننشط الدورة الدموية. نمرة 4، شرب المية كتير. اشرب مية على قد ما تقدر، يعني بيقول العلماء كام، من 11 ل 16 كوب في اليوم. اخر حاجه، ودي محتاجه حلقات لوحدها، التغذيه الصحيه. كنا عملنا حلقه عن الاكلات اللي كويسه لمريض الضغط، تدخل فيها بعض الاكلات، وفي حاجات مخصوص للدوره الدمويه. مستني اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.